هاي زيادة أخرى، أنا هاي رد عقدي الفيزا بتعملش فيها شيلي شيلي، أخذت معلومات مثلا من تحت من نسبة للربيت، مثلا الدكاكين أخرى نفس الشيء، اللي أنا أروح على دكاني أخذ معي رشيما شو بدي أشتري شو ما بديش أشتري، آخر بس أخلص بدي أخذ على الكوبا أخذ الكبلة. الأول كنت أسحب طلبها، بعدين إسا صرت أخذها العادي وأراجع شو فيه. ناحية أخرى بالنسبة للأولاد مصروفي الزايد صرت أقلل، صرت تقلل وتحس أنك أنت مش مذنبة لما لأبنك لا. لا يعني أنه شوي أو أصحابه لابسين البوتل نايك وأنت ما بتقدريش، مش ما بتقدريش كيش تلبس ابنك البوتل نايك، فأنت بطل يشتري أشتريها. أما بهذا الجيل لا بطلنا نصرف على بعض. لا قبل جمعة بقول لي مثلا في ولد شاري بوت، صار يشرح لي انه فيه زي ساعة وهو قديش كيلو مترات تركض فيه، هاي المعلومات انا ما كنتش كنت بعرف انه في بوات 900 وهي، بس بهاي المعلومات انه منين بجيبها؟ سنين بتطوع هون بنت ناس، وتعلمت قبل سنتين هاي الدورة، وهاي السنة تعلمت استفدت منها ولخصتها انه عقد فراشي بمد جراي بالضبط. ما قل الكلام والعلم كثير مليح ونستفيد منه، وعرفنا شغلات اللي كنا ما نعرفهاش. يعني هاي التسجيل زي ما قالك، مش تسجيل فوت على الدكان شو ناخذ ونطلع، برضه منيح استفاد الحاج. استفاد. انا قلت اخرى لفيروز لازم تعملي دوره للحاج، بدل الحاج سميح. الحاج سميح عرضت له دخوف. الحاج سميح اول واحد يقول انا بغير الحاج احمد اخرى بالدوره، تطلع من الدار وتخالط ورافقت صحبه مليحه وتشرفنا بمعرفتكم وهذا كل شيء. هي عضوه معنا كثير مختلف فريق، يعني حتى لو بدي اسوي شو ما عملت بالدار، يعني صرت أفكر قبل ما أسوي الشغلة. يعني مثلاً لسا حاطة براسي مثلاً أفتح حضانة. في تفكير كثير، بس برضو بنفس الوقت بشكر النادي النسائي، هن اللي ساعدوني بهي الدورة. تسلم. عم بتقول إنه تفكر فرد الاقتصاد البيت قلنا ما هاي إنا قبل بلا النسوة، فإحنا مشينا بالدورة، إحنا كل دورة إنا للنساء نتواجد فيها نتعلمها. أنا دوري اكتسبت كتير خبرة من هاي الدورة كأم السنة، إنا خمس أولاد، أنا أولادي كره الدورة والله العظيم، قالولي يما مطولة هاي الدورة ولا بعدها. فالدورة عن جد استفدنا منها كتير في شغلات، يعني الواحد كان قال يروح يجيب المولي مثلا مش حاجة، زغل 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 اللي نخفف. أنا قلت ثلاث أشهر أنا بخفف هالفيزا ما خففتش. أنا على أمل بدي كمان ثلاث أشهر عشان بدي أعدمها شيل للطوارئ لوحدي. كيف كانوا يقولوا الفيزا اذا خربت بالشارع تلاقي معك شيك، فاحنا استعملناها لكل شيء على الفاضي. فانا بتامل بعد ثلاث اشهر اكون مخلصه الفيزا وعزقتها كمان، فاستفدنا كثير انبسطنا بالنساء. وانا بدي اطلب اليوم من ماتي انه نستمر مع بعض نتعاون ونعمل كمان دوره، واذا قدرنا نحصل لرجال نساء دوره انا مع، واذا بنقدر كمان دوره للنساء كمان احنا مع، واحنا مع الشراكه مع ماتي، احنا بنحييك يعني بنشكر كثير. نفس الشيء فيش مره بتتعلم دوره الا ما تستفيد منها، فيش شيء ما يمرق هيك انه لازم تطلعي بشيء. انا بالنسبه لي الدوره هي انا ما تعلمتهاش، كنت انا مركزه اطلع اركز الصبايا هون كذا، بس اللي انا شفته من النساء شو صار، انا اكثر وحده قريبه علي اختي اللي كنت اسمعها شو بتتعلم. مجرد ما انها تفتح حضانه صارت تفكر تفكير انها تعمل مشروع معين، ان احنا بنحث النساء انها تتعلم تتطور. انا هذا اللي هدفي، انا هذا اللي انا بسعى له صار لي 8 سنين. يعني انا بدي المرة تطلع من بيتها تتعلم تتطور، تشوف شغلات اللي هي جديده بحياتها، اللي احنا بنشتغل عليه نمط حياتي بالبيت برا جوا، كيف تدير شؤون بيتها، كيف تدير حالها بالبنك. حتى البنك انا من الناس اللي ما كنتش افوت على البنك وكررتها كثير، بس من ما تعلمت الدوره صرت افوت واعرف الحسابات واكون قياديه نفسي انا اعرف. كيف قايل الصبايا هنا نتأمل خير للكل، يعني ان يكونوا مستفادوا كلياتهم ويكون عندهم مشاريع مستقبليه لقدام للكل.
اهلا وسهلا بطاقم المجلس المحلي ابو عروه وابو المجد والشاب سامر عاصلي، وبشكر ماتي، واهلا وسهلا بالاخت منار هنا، وشكرا للكل بيسلموا. يعني انا بعرابي من بدايه سنوات ال 2000 لما بدينا اول دوره والثانيه وهي كمان دوره، وبتامل انه عن جد بنكمل بهي الدورات، واحنا شفنا انه في نساء كتير اللي استفادوا واللي فتحوا مصالح، عم بحكي على الدورات اللي قبل، واللي غدروا انه يوقفوا بإدارة بيتهم، بزيادة المدخول، بتحسين جودة حياة البيت كعائلة كلها. هاي الدورة هاي المرة كانت خاصة بنوع آخر، انه احنا كيف ندير الميزانية البيتية، واللي حسب التجربة وحسب شو شفنا احنا من المجموعة تبعتكم، انه في كلكم عندكم الإدارة البيتية السليمة والصحيحة، بس مع كان شوية توجيه من الدورة قدرتوا إنه تطلعوا كمان درجة أكثر بالأعلى شوي بالسلم بالإدارة الأصح، وبتخيل إنه كلكم اليوم عم تستعملوها وراح تستفيدوا من وراها. ومثل ما حكينا إنه بما إنكم أنتوا الإدارة الصحيحة والتخطيط بقلب البيت، فمن هون بيطلع انه كل ست فيكو بتقدر تدير مصلحة بأحسن ما يكون. والتفكير اللي كان عندكم اليوم إذا بترجع شوي ساعة لورا بالأشياء اللي انتو حكيتوها والأشياء اللي حلتوها والأشياء اللي عملناها، بتخيل انه كل واحدة عندها الإبداع والتميز إذا بتفحص حالها انها تقدر تطلع بأي فكرة جديدة، أو إذا حتى فكرة قائمة تعملها بتميز مختلف. بتقدروا كل واحدة تفحص حالها وتشوف قديش بتقدر. الدعم لإلكو كل الوقت من إسا وطالع، مش خلصنا، من إسا وطالع الدعم لإلكو كل الوقت، دايما حاضرين إنه نساعد، إنه نرد على التليفونات، إنه لاستشارة، لأنه نرجع لماتي، لا بشكل شخصي، إحنا دايما موجودين، فإيش بدكو إحنا حاضرين وبالنجاح. أسأل ممكن في شغلة، مرحلة يعني بناء أول درجة بانه ناخذ الستات، وخصوصا اغلبنا الستات اللي كانت قاعده بالبيت اللي ما مش مفكره انها تعمل شيء او تشتغل شيء، ومن خلال هاي الدوره احنا عملنا بدينا نغير التفكير ونمط التفكير تبع الست. فعمليا لما احنا بدينا نغير نمط التفكير تبع الست وبديت تبني تطلع النواه من عند الست اللي هي مفكره انه اعمل حضانه او اشتغل اي شغله، او ستون قالت لي في عندي مشروع بس بعدني بفكر ايش ممكن يكون. انا بدي داعم، يعني لانه بالضبط 100% مقاطع على حديثك انا، لانه هون في البلد يمكن يسخروا مني، انا بقول بيت كافيه نسائي ممتاز. طول بالك ام زهير، يعني نلاقي مصاعب واحد واحد. طول بالك هو عم بحكي يا خالد المدخلات. فهون التفكير كيف نزيد المدخلات، من هون بتبدا الست تفكر انه الامكانيه انه انا كمان اطلع وانا كمان ابادر وانا كمان اشتغل، وبنبدا بالدورات الثانيه اللي من هون تعتبر جسر لكمان لقاءات او دورات ثانيه اللي تاهلنا لانه ندير مشروع، نبني مشروع مع بعض. احنا عندنا بالماطي عندنا مشروع اللي اسمه ابدا مشروع. بهذا المشروع احنا عمليا نبدا مع الستات، او هذا ابدا مشروعك هي دوره مش خاصه بالستات، خاصه بالستات والرجال، والرجال مع بعض ممكن يكونوا بنفس الدوره. اللي عندها اي واحد عنده اي فكره لاي مبادره فبيبدا الدوره، نبدا نتعلم ايش يعني مصلحه، كيف اسجل المصلحه بالضريبه بالتامين، كيف اتعامل مع البنك، كيف اطور مهارات التسويق عندي. في كثير ستات اللي بقول لك انا اوكي انا بعمل معجنات وعم بشتغل، بس انا بعرفش اسوق المنتوج اللي انا بعمله. فاحنا من خلال الدوره هاي بنتعلم كيف تسوقي. انا في ستات كمان، احنا بنرجع لموضوع المعجنات، انه انا بعمل المعجنات بتكلفني كتار ستات اللي بيقولوا بكلفني كل الشغل اللي انا عملتها 50 شيكل، فانا لو بعتها ب 70 80 شيكل انا ربحانه 30 شيكل.
فلما بنتعلم من خلال الدورة بيطلع انه 30 شيكل هدول انت بتشتري حاطتين كهرباء ومي وقتك، واهم شيء وقتك. نتعلم انه احنا وقتنا حقه مصاري، وهي شغلة مهمة ولا حدا بينتبه لها، انه وقتي انا حقه مصاري. بشكر نادي ساري دراسة وتنفيذ الأخت بشرى وزميلاتها على نشاطات وعلى جميع النشاطات، وهذا واحد من النشاطات الفعال بنشوفه فعلا بحاجة لمجتمعنا. نشكر طبعا المكتب المعطي اللي هو كان داعم لهذه الدورة، نشد على إيده إلى الأمام في دورات أخرى. إذا أنتم قبل شوي سمعت واحد بيقول أنا قد فراجع من الجريد قال الحاج بتنشن أكثر، إحنا اللي ما إله قديم ما إله جديد. إذا بتطلع على كل شغلة شغلة إلها مثل ومثل مطابق. علمونا الكبار قالوا دائما الأبو أو الزلمة بنا جنة والست بنا. أيوة، فهاي المقولة هي صحيحة، حتى ولو كانت اليوم المرأة جنة بقدر الزلمة يمكن أكثر، يمكن في حالة المرأة بتقبض اليوم أكثر من زوجها، بس بتضلها هي اللي بتدير البيت، بتضلها هي اللي بتدير البيت. إذا إحنا بنعتقد إنه هاي الدورة هي فقط لنساء ربات البيوت اللي ما بيشتغلوا، هذا بيكون خطأ. المفروض أخت بشرى والحكي لجميع الأخوات، مش عيب، على العكس، المفروض هذه الدورة النساء العاملات ايضا واللي بيشتغلوا عمات المدارس الطبيب الاطباء مهما كان مكان المراه وظيفتها المفروض يكون عندها دراي ومعرفه بهذه الدوره. يعني اذا انا متجوز معلم بزنسي تاخذيش يا روزا الحديث علي، اذا انا مرتي اليوم بالاوفيك 11 بتاخذ 12000 شيكل او 13000 شيكل، ولما يجي كشف الفيزا اللي بتخبيه عن جوزها بنزل يوما ما يلاقي فيه 15000 او يلاقي فيه تنزيل هذا الشهر 8000 وصارت عشراي من الاتصال 30000، يعني الله كان خاصة تاخذ دم مني. يعني انا اليوم ابني صار اليوم رب بيت، لما بقعد وبشرح له بقول له يا بقلل ما تروح تشتري هالبوت اللي بتشتريه او بدله سبورت. هوين جدا انك انت تفوت على محل سبورت من الراقي جدا تشتري بوت ب 1200 شيكل وبدت هاي النايك والكذا، هاي صار موديل قديم افصل شو فيه اليوم ماسكات اللي انا وياكم مش حافظينها، يعني ناوتيكا لابس قميص ناوتيكا جاب لي ابني صرفك علي في المجلس قال شو ابو عروس بس ناوتيكا، انا بلبس ناوتيكا كان عيد ميلادي لو بعرف قديش حقه بس بس له حقه 469 شيكل كان بعد ما شافوا نزار كنان وشافوا انت بديش احكي احنا الجيل الصغير يعني من الجيل الكبير اللي هن فايتين في هاي الدوره، طبعا تفاجئتنا الاحسن يعني. نرحب فيكم اخواتنا من مركز ماتي والمرشده والاخت هنا، 100 مرحبا فيكم. طبعا اذا بدي ابلش من عند الحجه شو قالت قبل الحجه، قال ابو عروه بلش بالموضوع ودعم المجلس، وهي بالاخر بقول الحج بكمل يعني على شيء عمل. احنا اليوم موجودين في ازمه، فعلا ازمه خانقه في الوسط العربي كلياته، مش بس في عرابي، بعرابي بنلاحظها. يعني اذا بدنا نروح على مكتب العمل بنشوف الوجوه اللي احنا بنتفاجئ انه هذا الشخص هو عاطل عن العمل فعلا، ومن الشباب من الجيل الصغير ل بلا اخذ يعني الجيل الكبير اللي هن قبل الشيخ حتى اكاديميين يعني احنا لما حكينا لام يزن اميره انه توجه الى استشاره قبل الانتقاء الموضوع، هذا بهدف يعني اليوم كل الوظائف اللي بتجينا على المجلس، مثلا طلبات الوظائف مثلا جنينه عزيره سياعات حنوخ ميوحات نفس الموضوع وفيش بالكليات تعليم غير هاي المواضيع، تيجي كلياتها ملفات بتنحط على الطاوله، وللاسف الشديد بتنفذش منها حد، ما بتنفذش حدا لانه كلياتها
الأماكن ممسوكة وعدد الطلبات هي كبيرة، يعني كل الـ ونفس الناس عمالين بيروحوا لنفس الموضوع، ولسه باين نفس خروج من العلبة. ما تغير. فمليح الاستشارة للتوجه لأي موضوع قبل انتقاء الموضوع، يعني ما في مشكلة إنه نتشارك مع بعضنا مع أخصائيين مختصين في موضوع الاستشارة لانتقاء موضوع معين، ما في مشكلة. ننتقل الموضوع اللي احنا البلد في حاجة لإله، الموضوع اللي بنحكي عنه بالنسبة للاقتصاد، أخواتنا النساء وأمهاتنا وخالتي خاصة، فضرب أنا وخالتي بالهراء يعني بالاتفاق على الموضوع اللي هو بيت كافيه. شو بيت كافيه للنساء؟ عشان برنامج جديد على الاسبوع، بس معنا دوري لك على الاسم له بيت كافيه، بس النساء لازم نساء يعني شغل هذا للنساء، لتعليم النساء. لا لا اي مشاريع تشتري، يعني مثلا خاطر بتعمل حلويات وتعمل وتشد بطل السير من الاول اي سبب لازم تسمي بيت عارف. المعلومات عندنا احنا بيت كافيه هو المحل اللي بده يفوت فيه عقا وقهوه، وصار اليوم الارجيلي. هي اللي دارين عليها الارجيلي اليوم عندنا نساء اكثر من الرجال. احنا مع انه النساء ينخرطوا على العمل، مشروع العمل، لانه الوضع الاقتصادي اليوم جدا صعب، جدا جدا، مش شوي. موظف واحد اليوم موظف عادي الله يكون بعونه، يعني مش عارف كيف بيقوم في دوره في هم بيته، اللي عنده 3 اولاد واربع اولاد وخمس اولاد، وهو موظف على قد حاله، يعني ربنا يعينه. اذا بده يقبض 4-5 آلاف شيكل كيف بده يقسمهن على مدار الشهر؟ هذا اذا احنا بدنا نتعلم كيف ندير مصروفاتنا اليوميه، بدنا نتوجه لموظف اللي هو عامل عنده دخل محدود وزوجته بتشتغلش.